ندخل بقى يا جماعة دلوقتي على الأجهزة. برضو عنده كونكشن أجهزة كبير، ده جهاز بخار اليمين فوق ده، ده جهاز بخار بس ده بيشتغل الوش بس، ده بيشتغل على باقي الجسم، يعني ده للوش وده للجسم كله. والسكة بيل دي الصيني دي ولا لا؟ دي السكة بيل الصيني. وفي كمان سشوارات، انواع سشوارات كتير. في انواع كتير قوي هنا للبيبي ليس. طب هو رينج بقى البيبي ليس مثلا قد ايه؟ من 150 لغاية 1000، يعني حسب بقى ايه البادجت بتاعك اللي انت حطاه، عايزة تجيبي حاجة في رينج قد ايه، كله موجود الرخيص والغالي على حسب المكوة. اه طبعا تشتغل شعر كات بس، تشتغل زي في المرين، تشتغل ليك مكابلي في بخار. حلو قوي. والجهاز بتاع الشمع سعره قد ايه؟ جهاز الشمع ده ده 200، ده جهاز الشمع ده يا جماعه ب 200، عشان في ناس كتير برضو سالت عليه. ده ب 85، اللي على الشمال ده ب 85 وده ب 200. دي بتعمل فلوات للشعر وفلوات للكرم بدون استخدام سشوار. وفي قطن بتاع الميك اب دي وايبس، الفرش دي مهمه، فرش طبعا. الفرشة دي طبعا تعرفين ان هي اكتر فرشة اساسية، دي برضو فرش بلندنج، دي فرش الهايلايتر. ودي فرش السشوار، فرش السشوار دي، دي فرشة بلاش اللي هي بطا. دي للشنطة. ده كوليكشن رموش، والملاقيط ده توكيل برضو. بص يا جماعه، اي حد عايز يركب ضوافر قبل ما تحطي اي صمغ، انت هتحطيه سواء بقى صمغ قوي او ضعيف او اي حاجه، حطي تحته مانيكير شفاف عشان ما يمسكش جامد في ضوافرك وما تبقيش عارفه ان انت تشيليه تاني، عشان بيعذب بنات كتير وهي بتشيله. حلو قوي، حلو قوي، ده انا محتاجاه جدا، جميل عشان تبقي شايفه كويس. كام ده؟ سعره 45، مرة حلوة أوي. البني بتاع بيلم الشعر بتعمل مثلا ماسكات ميك اب بيلم الشعر. دي كسرت الرموش، الكرر اللي هي كرنايه الرموش. طب وعايزين بقى نعرف برضو اسعار قشطة الاميرات، عشان في برضو بنات سألت عليها. قشطة الاميرات يا جماعة 25، عشان في ناس سألتني. دي الموس دي ناس كتير قوي سألتنا عليها، دول مكتوب عليهم اسعارهم، ودي ب20 ودي ب15. في دول نوع احسن من التاني ولا التلاتة زي بعض؟ لا، دي يعني قريبة قوي من الفلامينجو الاصلي. دي صح، وانتوا تجيبوا دي. في بنات كتير قوي جربوها بس مش نفس كانت حلوه معاكي؟ دي الجبره بتاع عزاب كبسه السوداء والدهون ده؟ ازاي؟ اكيد فيها ابره من جوه. دي كانت عندي واحده بتاع عزاب كبسه السوداء. ايوه بتمشيها على وش كده بميل شويه. اللي هي دي بقى، دي بتاع، ايوه دي اللي عندي بقى. حلوه قوي، واحلى حاجه فيها ان هي ايه مقفوله عشان ما تنقلكيش اي عدوى او بكتيريا. في بيوتي بلندرز كمان، وسبونشات. انا برضه انا ما بحبش اللي ببرد الخشب بصراحة، بفضل المعدن. دول متعودين عليهم. الخشب مش بيأثر معايا خالص.
بحب المعدن جدا. نيجي بقى هنا البيكنج باودر اللي دايما يسألون عليهم، الحاجات دي على طول. قشطة الاميرات والبيكنج باودر. قشطة الاميرات بكام؟ 25. 25 بس سعرهم الاثنين 25 يا جماعة. انت عندك كوبايات وشرابات، وفي مية ورد طبيعية. ودي مسكات مصنفرة اللي تحفة، سيروم كده تحفة، مسك ده تحفة، وكريم بتاعه والحصول بتاعه تحفة بصراحة. دي أنواع سيروم كولاجين وكيراتين. زيرو فريز ده طبعا كل الناس عارفة. سيروم عنده كولونات وشرابات. ده بادي ميست جليتر بيرفيوم سبلاش، بيبقى حلو قوي للجسم في السادة وفي الجليتر. سعره قد ايه ده؟ 110 سعره 110 بدل 130 يا جماعة. عليه برضو عرض حاجات برضو بودر انشانتر دي بعشقها، حتى تحفة جدا وبتاعت كتير. ومثبت الشعر، بنحب تعمل اي ستايل في شعرك. الموس ده يا جماعة مشهور جدا، وبرضو في ناس كتير سألت عليه. ده بعد ما بتاخدي الشعر بتستخدميه، بيثبت شعرك على الكيرلي عشان يبقى بيخلي بجد شكله تحفة. يعني في ناس كتير فعلا كانت بتسأل على الموس ده. كام سعره؟ 60. سعره مش غالي خالص، رخيص يعني جدا، لان انت بقالك كتير قوي كمان. فعلا في بقالك كتير كنت بتسال عليه. عنده كمان يا جماعه اكستنشن، في منه الكيرلي والليس وكل درجات الوان الشعر. 95. هو كليبسات؟ كليبسات يعني سهل جدا ان انت تركبيه لو انت عايزه. طويل شكله حلو قوي جدا، لفت نظري اول ما دخلت المحل. ده الويفي بتاعه حلو قوي، كأنه شعر حقيقي بجد، تحفة يا جماعة، حلو قوي. سعره 95 بس. دي انواع البلاشرات اللي موجودة والاشادو. طبعا احنا كنا ناسيين الشادو اساسا. عنده كوليكشن حلو قوي، كحل والبلاينة، كل حاجة هنا موجودة يا جماعة. يعني مفيش أي حاجة ممكن تخطر على بالك لو أنت عروسة وبتجهزي وعايزة تجيبي الميك اب بتاعك، كل حاجة أنت ممكن تحتاجيها هتلاقيها هنا. كوليكشن تاني من الرموش. أنا ما أنصحش إن أنت تجيبي علبة الشادو الكبيرة اللي هي بتاعت أيام زمان دي، الأحسن إن أنت تجيبي علب صغيرة تكون فيها الدرجات اللي أنت فعلا محتاجاها، وتكون النوع بتاعها حلو بحيث ان انت تستخدميها اكتر وتعيش معاكي اكتر وتفيدك. يعني بدل ما تجيبي العلبه الكبيره قوي دي اللي خلاص ما بقاش حد بيجيبها دلوقتي، بتبقى مجرد شكل على التسريحه خلاص. ودي المخماريه طبعا كلنا عارفينها، سمعنا عنها قبل كده، في اللي جربها وفي اللي مجربهاش. فيكتوريا سيكريت. عنده كمان يا جماعه شنط الميك اب دي، طبعا دي عايش اقصد ان عليها شفايف دي تحفه. شكلهم حلو قوي قوي بجد، دي ده اصلا عليها شفايف دي قوي. اول مره اشوفها عجبتني جدا، والعلايه بقى حلو قوي لو انت مسافره او كده، عليها بنوته دي. ودي انواع ضوافر ملونه جاهزه عشان لو عندك مناسبه او كده، وزي ما انا قلت تحطي تحته مناكير شفاف قبل ما تلزقيه عشان ما يبوظلكيش ضوافرك، تعرفي تشيليه بسهوله.
بصي ده برضو ينفع للافراح. الفرش بتاعت الشغل دي حلوه جدا عن تجربه ملهاش حل بصراحه، حلو حتى للاطفال كمان قوي، جميله جدا جربوها هتعجبك. هنا مبرد يعني يعتبر هي الشنط المميزه بقى. الضوافر السيليكون دي باللزق بتاعها سعرها قد ايه الضوافر دي؟ الضوافر عندي من اول 10، من اول 10 يعني السعر حلو جدا. والشنطه اللي عليها شفايف حجمين اه طقم ده طقم مع بعضه يعني بيتباع اتنين سوا اتنين اتنين ب 250. اللي عاوزه واحده يعني ممكن واحده عادي. حلوه قوي تكون عليها ميكب دي تحفه. دي الشنط دي بقى عشان شنطتك او شنطه البحر. دي شنطه البحر شفافه دي ثلاثه شفافه واثنين واحده شفافه الشفافه دي واثنين سعرها قد ايه؟ دي 85 90 دي 90 شكلها تحفه بصراحه. كده يكون الريفيو بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. باي باي. سلام.